ومن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من جمهورية قبرص. وصول سمو الأميرة إيمان عبر السنوات. نعم، سنوات طويلة جدا. وطيدة. نعم. أكيد. نعم. وأيضا تابعنا وصول دولة السيد نجيب ميقاتي والسيدة مي شقيقة من دول عربية وأجنبية من ضيوف الأردن الذين حلوا منذ الأمس. قران سمو الأمير ولي العهد على الآنسة رجوى خالد السيف. نحن ننتظر وصول الآنسة دولة الإمارات العربية المتحدة طارق، ومصر، قطر،